هل للإنسان أن يدعو دعاء الاستخارة بعد الانتهاء من السنن الرواتب أو بعد صلاة الضحى أو تحية المسجد وغير ذلك؟ والاستخارة له صلاة خاصة، يصلي ركعتين غير الفريضة ثم يدعو بعدهما بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يأتي به بعد غير صلاة الاستخارة، لا يأتي به بعد النوافل الأخرى.